طبعا السلام عليكم. احنا كنا نعرف كل نفس ذائقة الموت، وكل انسان يخسر شيء الله يحاول يعوضه بالاحسن. بس هذا الانسان اللي خسر زوجته وبنته بعبارة الموصل، اللي معنى حياته متهدمة، ما اعتقد راح شيء راح يعوض عنه. هذا الانسان رواية القصة مالته، وحب القناة لأن بها قصص هواية وبها قصص واقعية. وقال لي حبيبي حسين احكي لي القصة مالتي للعالم، وأنا قلت له أصدقائي قدها وراح يخلوا لك 10,000 15,000 20,000 لايك حتى العالم تشوف القصة مالتك. هذا الإنسان يقول أنا حالي حال أي شاب عراقي كونت بيته وأسرة من علاقة حب 5 سنوات، خرجنا قدمته مانطوني وقالوا له كون نفسك وجيب سيارة وجيب بيت وتعال اخطب ونعطيك اياها. يقول رحت بالشورج، اشتغلت حمال، اشتغلت كل شي على مود ما ضيع الانسان اللي احبها. يقول هواية ضيعوا شخص كان قريب لقلبهم وكان السعادة بيده، ما يعني ما ضحوا بشي على مود. يقول ضحيت، نمت بالشارع، سويت كل شي على مود اكون نفسي، كونت نفسي وجيت خطبتها وانطوني اياها. يقول ورا ما زوجتها سنتين اجتنا بنونة. يقول بنين ملت علي الدنيا كلها، فوق حب امها اجت بنين صارت روحي بيها. يقول اجى اليوم المشؤوم، يقول هذا اليوم ما راح انسى الا جو القاع. يقول تمنيت انا وياهم، يقول نزلنا العبارة انا وياها وبنونة. يقول العبارة 59 حطونا 200 ظلام النفس. يقول 200 شخص. يقول العبارة مالت ضربت، يقول وقع هذا على روسنا. يقول حاولت اطلع نفسي طلعت نفسي. يقول لاكو بنونة لا بنونة. يقول ظليت احتار، يقول بس اصيح بنين فلانة. يقول ظليت اصيح، يقول صرت بنارين. يقول شو اسوي، يقول ما جاري. يقول ظليت محتار، يقول عوائل شباب، يقول نسوان. يقول بس يعني ابره بكون متقش. يقول ادور وماكو بنص المي بنص دجله، والمي يقول يعني كارثه. يقول مي هيك المي يعني السرعه مالته مو طبيعيه. يقول انا قعدت لقيت روحي بالمستشفى. وين بنين وين فلانة؟ قالوا بنين وفلانة بالإنعاش. يقول كذا بريدي يضحكون علي على مود يسحبون العصبية مالتي. يقول يومين أني بالمستشفى بالإنعاش. يقول عرفتهم أنني فقدت حب حياتي وفقدت حب حياتي الجديد النونة. يقول ظليت خبل، لا مجنون، لا أكثر من هتم. يقول احتاريت شو اسوي. يقول اني يعني اموت بالدقيقه 100 مره. يقول تمنيت اني مكانهم. يقول انا مقابل الصور بالبيت وقاعد ابكي. يقول حسبي الله ونعم الوكيل لعلي كان السبب. يقول انا مالي ذنب ولا هم لهم ذنب. يقول خسرت انسان كان كل شي بحياتي، كان رفعت راسي وكان حياتي كلها بيده. اوف لك الله يا شاب العراقي، يعني انت تاخذ تحبها وهاي وتموت هيج موتة، تضحي على مود تحبها وما ينطونك اياها. حسبي الله ونعم الوكيل. اذا عجبتكم الحلقة اشتركوا بالقناة ولا قهرتني.